العظيم. طيب في عندنا فقرة رمعة، عندنا مقطع فيديو، بنشوف المقطع وبنرجع لكم. بوجيكم بوجيكم يا رجاجيل بوجيكم. يلا ثاني مرة. والله يعني هذا التصرف أعزائي المشاهدين كان للأسف الشديد غير لائق أبداً. قل سيء. أنا ما أسيء. إيوه فعليا سيء. لا تقول قل سيء. هو فعليا سيء، ولكن حنا نحاول أن ننتقي حتى المسامع جمهورنا الغالي حتى يعرف حنا إيش اللي دائماً نحرص عليه، ولكن للأسف اللي كانوا موجودين في 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 هذا الفعل وفي هذا التصرف يعني أنا حزين جداً للأمانة في الأيام الأخيرة. يعني ممكن هذا التصرف نقوله في 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 الأيام الأولى من البرنامج لعل يعني إن زلة أخطأ الإنسان، ولكن في الأيام الأخيرة وأنت الآن متصدر كإعلامي أو كمشروع إعلامي بتقدم نفسك أمام الملأ بهذا التصرف، أنا أشوف أنكم ما وفقتم أبداً بهذا التصرف. أبسمع من زملاء النقاد، وأبي فهد محمد في الكوفي شروم معدنا. أبو مناحي، صراحة التصرف يا جماعة مثل ما تفضلتوا يعني منظر غير لائق على الشاشة ولا مشاهد ولا، لكن أنا أترفع والله عن التصرف. أنا إذا تسمحوا لي أتكلم في الفقرة نفسها لو هي رمعة. تفضل. اليوم يعني شفنا الختام لهذه الفقرة الجميلة، يعني احنا وصلنا صدق خلاص الختام إلى درجة اليوم رمعة ومقدمها الجميل البطل النجم محمد المزردي، صراحة يعني ما قصر من بداية البرنامج إلى نهايته وختامها مسك صراحة. نشكر الراسي وجمهوره الرواسي، نشكر رمعة، نشكر مقدمها، نشكر ما قدم محمد المزردي في هذه الفقرة، والشيء اللي حصل بعد الفقرة نتعذر يا أخونا محمد. تعرف أنت الإيجابية عند الشباب طالعة ما شاء الله إلى درجة أنهم يحطون وجيههم في الكيك. المنظر السيء اللي شفناه أبو حمود في 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 هذه الفقرة وفي ختامها، إيش ردك؟ والله يا أخي ردي أول شيء إن لله وإنا إليه راجعون أولا. ثانيا يا أخي المتسابقين هذولا أول شيء على ما قال أبو مناحي، يعني محمد المزردي يتعب على فقرته كل أسبوع مرة ويجيب أفكار ويجيب حضور، إلا أن المتسابقين الله يهديهم يخربون فقرته بأشكال وبمداخلات ما لها داعي. يعني سؤال، هل هذا اللي يستاهله منكم أول شيء محمد المزردي أنكم تسوون زي كذا في كيكة جابها لكم مثلا محمد المزردي؟ هل محمد المزردي جزاء له طيلة الأيام اللي قدمها، طيلة الأيام اللي قدمها أنكم تسوون زي كذا في الكيكة اللي جابها لكم؟ أول شيء نعمة الله، هذه نعمة الله تحتاج شكر وتجليل واحترام، هذه نعمة غيرنا يمكن ما عينها. حنا في سعة حمد وفي سعة شكر وفي أنعام وفي أسحام من الشكر، تلعبون بنعمة الله بالطريقة ذي؟ لا احترمتم فقرة ولا احترمتم نعمة ولا احترمتم شاشة ولا احترمتم جمهور ولا احترمتم عماركم. ليه؟ سبعة أيام يا رياجيل وتخلصون، ختمتوها تختمونا بختاما زي كذا؟ هل محمد المزردي يستاهل هذا منكم؟ يا أخي والله ما أدري أنا وش أسوي، يعني والله إنه شيء أقسم بالله إنه صدع بي ذا الحين، والله في راسي طنين إقطار، تعرفون طنين الرين؟ والله يا طنين الرين أنا في راسي، ما منطقي اللي تسوونه، لا في فقرة ولا في مشاهد ولا في عماركم ولا في نعمة، خطأ يا أخواني خطأ، ما هو بحق ولا هو بواجب. وبعدين أنت يا بعد تروح تمسك سالم عدي ثم ترده، تمسك زياد بن شريف من ترده، طيب الرجال اللي خطأوا عليك خطأ واحد تروحون الخطأ يحصل مرة تداركوه يا باقين، ما هو تستمرون في الخطأ تستمرون في الخطأ كلكم وتعيدون نفس الخطأ، أخطأ منكم واحد يردوه العقال الباقين، لكن والله ما فيكم عاقل.
يوم اخطا الاول ما ردها الثاني، يوم اخطا الثاني ما ردها الثالث، رحتوا تطبعون وجيهكم كلها في نعمه الله. نعمه الله زمان اول من حفظ النعمه كانوا اللي ياكلون اول كانوا يحطون تحتهم مثل الكياس او مثل الخرج عشان فتات الاكل يحول فيها ويمسكونه حفظ الله وتجليل الله. ترى نعمه الله وحشيه، تعرفون ايش معنى وحشيه؟ نعمه الله اذا غادرت لن تعود. نعمه الله تحتاج محافظه بالشكر وبالتقدير وبالجلال. ما فيكم عاقل؟ ما فيكم رجال يقول يا اخواني وقفوا بريك يا حسن انت وياه؟ انا لله وانا اللي رجعوا. هل هذا جزاء رمعه من نجومها؟ هذا السؤال يا جماعه يعني اللي صدق ما عرفت اجابته في ختام هذه الفقره. نايف؟ انا والله يعني اسف اسف شديد على هذا التصرف. يعني التصرف هذا يبدر من متسابق على شاشه يعني وواجهه اعلاميه. انت في هذه الحاله ما احترمت نفسك اول شيء، ولا احترمت الشاشه، ولا احترمت المقدم، ولا احترمت الزميل اللي انت قاعد يعني تتصرف معه هذا التصرف المشي. يعني حتى ردات فعلكم على بعض يعني طلعت بشكل باهت وشكل يعني مستفز. يا جماعه انتم قاعدين تلعبون بنعمه يعني ما اوتي بها الى هنا الا لتؤكل. يعني ما هي لعبه اطفال علشان تقول تلعب بالنعمه قدام الشاشه. يا عزيزي المتسابق، انت يشاهدك اطفال وصغار سن يشوفونك قدوه. اذا انت ما استوعبت الشيء هذا، اذا انت تشوف نفسك انك متسابق تجي وتسوي اي شيء وتحط في بالك ان اللي يتابعك ناس قدك يعني في نظرك انهم يشوفون الشيء هذا انه من باب المزح ومن باب المرح ومن باب خفه الدم، فانت غلطان جدا. انت يتابعك كبار سن يزعلهم هذا التصرف، يتابعك اطفال يمكن بكره يجيب له واحد كيكه ويسوي التصرف هذا مع اخوه الصغير في البيت. يعني بدال ما يكتسب منك سلوك جيد، سلوك يستفيد منه هذا الصغير ويعتبر قدوه، يكتسب منك هذه التصرفات اللي يعني ظهورها على الشاشه يعني مؤسف جدا. حبيبي عزيزي المتسابق، انت لابد ان تعرف من انت واين انت وماذا قدمت، بل لابد ان تسال نفسك تقول من انا؟ وجاوب بنفسك على نفسك، انت من انت؟ يعني انت لست مجرد اسم، اذا قلت لك من انت تقول انا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني. لا، خطا. من انت؟ يعني ما هي سلوكياتك؟ ما هي اخلاقياتك؟ وش ادبياتك؟ وش ظهورك اللي تظهر به على الشاشه وتظهر به امام الناس اللي يشوفونك قدوه؟ وش مستواك التعليمي اللي انت تفتخر به؟ وش الاشياء اللي قدمتها للمجتمع؟ وش النموذج اللي يحتذى به انت قدمته ويساعد المجتمع في 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 يعني معاونتهم لبعضهم؟ انت وش قدمت للحياه بشكل عام؟ هذا السؤال اللي لابد ان تسال فيه نفسك. الله يعطيك العافيه اخوي نايف. اسلم، ترى احنا عرجنا على المتسابقين، نعم على خطا، لكن احنا ما عرجنا على محمد المسردي وعلى تقديم الفقره. اسلم قول. نبغى نتكلم في محمد المسردي الصدق. والله ان محمد المسردي انه تعب. يستاهل. طيله ذا ايام البرنامج، والله انه شاف من غير قصور في اخوياه المقدمين، الا ان محمد المسردي بيض الله وجهه بياض كل اللي عنده يطريه منه القيام الساعه على تعبه وعلى تواجده، على اضافته واهتمامه بفقرته اهتمام يليق باسمه. والله يا محمد المسردي امانه انت من المقدمين الاكفاء من غير قصور في الباقين اللي عرفت تقدم. فترة صغيرة بين متسابق وبين مقدم، إلا أنك ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله العظيم أن الله يوفقك وبيض وجهك ويجمل حالك. عز الله أنك ما قصرت، كمال وجمال يا أبو ختام هاليوم. عاد عز الله أنك كمال وجمال. يعني إحنا كنا نتمنى في ختام هذه الفقرة الجميلة جدا اللي تجلى فيها طوال فترة البرنامج محمد المسردي، رسى في السفينة من بداية مراجل وفي الختام أرساها، ولكن للأسف الشديد كان ختامها من نجومها أو من على متن هذه السفينة كان لهم أثر غير موفق للأسف الشديد. نشكر الجميل جدا محمد المسردي على
هذه الفقرة اللي قدمها بتجليه وبإبداعه وبنجوميته وأيضا وجمهوره اللي دائما قريب مننا على شاشة قناة الواقع الفضائية. في نهاية هذا المحور رسالة، واسأل نفسك عزيزي المتسابق بعد هذا التصرف، هل تتوقع جمهورك أو جروب دعمك بيصمم لك على هذا الفعل؟ هل تتوقع أنه بيصفق لك؟ أو هل كانت هذه رسالتك الأخيرة في هذا البرنامج؟ أترك لك الإجابة عزيزي المتسابق. عندنا الآن الحفل الختامي، صارت الأيام